أما وقوله هدى للمتقين الذين يؤمنون، المتقون هم المؤمنون. هنا نكتة يشير إليها، وهو أن التقوى ليست درجة وإنما تجتمع مع درجات متعددة. يعني ليس التقوى كالإسلام، ليس التقوى كالإخلاص، ليس التقوى كالإيمان، بل أن التقوى موجودة في جميع هذه الطبقة. بعبارة أخرى، أن التقوى اسم لطبقة خاصة أو موجودة في مختلف الطبقات. يريد أن يقول بأن التقوى ليس من قبيل الإسلام والإخلاص والإيمان، اسم لطبقة خاصة. والآن احنا عندنا مقام الأبرار اسم لطبقة، مقام المقربين اسم لطبقة أخرى، مقام المخبتين، مقام الزاهدين، هذه أسامي لطبقات معينة من المؤمنين. التقوى أيضا اسم لطبقة معينة؟ يقول لا، ليس الأمر كذلك، بل التقوى موجودة في جميع هذه الطبقات على اختلاف مراتبها شدة وضعفا. قال وليست التقوى من الأوصاف الخاصة لطبقة من طبقات المؤمنين، أعني لمرتبة من مراتب الإيمان، حتى تكون التقوى مقاما من مقامات الإيمان، نظير الإحسان والإخبات والخلوص والأبرار والمقربين ونحو ذلك، بل هي أي التقوى صفة مجامعة لجميع مراتب الإيمان إذا تلبس الإيمان بلباس التحقق. ومن هنا تجد أن التقوى أيضا له مراتب متعددة، تقوى عن المحرمات، تقوى بعدم ترك الواجبات، تقوى بعدم ارتكاب المكروهات، تقوى بعدم ترك المستحبات، تقوى بعدم استعمال المباحات. هذه كلها مراتب، كلها تقوى، ولكن التقوى أيضا لها مراتب متعددة، كل في كل مرتبة لها اسمها الخاص بها.